فضيل دير بالك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه والسلام على سيدنا محمد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب. صامعك على عقلك علي صامع. عنوان الكيل: الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف، اول السطر هو الاسم، هو الاسم الذي لا يمكن تنوينه، هو الاسم الذي لا يمكن تنوينه. فارسك لعندي إجا أحيان السؤالات التدريبية للطلاب، إجا سؤال اختياري كتبون الممنوع من الصرف هو اسم ينون لا يمكن ذلك كلاهما معا إلى آخره. نحن شو بنقول لهم؟ هذا ممنوع من الصرف لا يمكن تنوينه. تابع معي: وإذا، وإذا جر، وإذا جر فإنه يجر، وإذا جر فإنه يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوعا من الصرف. ناخذ مثال قبل ما نعرف فيه الاسماء الممنوعة من الصرف. مثال: انطلقت الى دمشق. تماما، انطلقت الى دمشق اشهر مثال معروف. انطلقت الى دمشق، فتحة على القاف. اكيد اكيد تعالى نعرف اكيد الى حرف جر طبيعية، ودمشق اسم مجرور وعلامة جره شو حطيتوا حركة؟ فتحة نيابة عن الكسرة، يعني مرة مع الكل. عرض معي دمشق لحالها، اسم مجرور وعلامة جر، تمام، اسم مجرور وعلامة جر، الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. الأهم هلا: ويمنع من الصرف ما يلي، ويمنع من الصرف ما يلي. برجع عم ذكره، إجا السنة الماضية سؤال الممنوع من الصرف، فدير بالك عليه. طالما سؤال انطرح امتحانيا إن احتمال تكرار كبير. واحد: اسم العلم الأعجمي. بظل عم ذكرك بشغلات تعرف إذا الله رأى. اسم العلم الأعجمي مثل، مثل من كتابك طبعا تشرين فاصلة أيار، هي أسماء أعجمية. فاصلة يوسف، يوسف أنا ما شبه ابنه بيوسف عليه السلام، يوسف حاج، هي أسماء أعجمية يعني من أصل غير عربية دخلت على اللغة العربية. من برا الكتاب عندك إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، دمشق، أي اسم بلد في الدنيا كمان ممنوع من الصرف. أي اسم بلد تسمعه ممنوع من الصرف، كان العالمية والعجمية. اثنين، اثنين المركب، يلا يا فارس، المركب، المركب تركيب مزجي، المركب تركيب مزجي. بعد انت قلتي 16 كلمة بكلمة، شو قلتي؟ بعد ايوه بعد ما قلتي كيف في كاف بس سمعت الكاف. المركب تركيب مزجي اكيد بالاصل، بالاصل بيكون اكثر من كلمة كلمتين بعدين صاروا كلمة واحدة، مثل حضرموت، حط على حضرموت، حضرموت هي منطقة باليمن، عمان، دولة عمان العربية، بالأصل هي حضر وموت، فدمجت صارت حضر موت. فاصلة جايين عليها، حط لي السامر راء، سامر توب سامر وألف وهمزة آخر شيء، سامر راء، سامر
وألف وهمزة آخر وشد على الراء. شد على الراء سامر راء. شباب هي بالأصل هالمدينة بناها المعتصم، ولما بناها الخليفة المعتصم كانت أجمل مدينة على الأرض. فارس من شدة جمالها كل ما دخل حدا عن المدينة شي يقول سر من رأى. هيك اسم المدينة سر من رأى، كتر ما كانت جميلة المدينة. لكن لما دخل المغول على المدينة دمروها، فصار اللي يدخل على شيء يقول ساء من رأى، ومنها حرفت ساء من رأى لساء من رأى. تمام؟ هي صارت ساء من رأى فصارت ساء من رأى. فاصلة. مثال تاني كمان الشيخ طاهر عنا هي واصل الشيخ وطاهر دمجة ثلاثة عصرها بس مكتوبة كلمة واحدة. بعلبك مدينة بعلبك بلبنان هي واصل بعل وبك. هاي هي مركب تركيب مزجي. كلمة دير الزور كانت دير لحال والزور لحال. طبعا الزور معناتها الحدائق. دمجة وصارت كلمة واحدة دير الزور. تلكلة تل كانت لحال وكلخ لحال، صارت كلمة واحدة مع الأيام وهكذا. هذا المركب تركيب مزجي. ثلاثة وهو الأهم، هي ثلاثة كثير مهمة. صياغ منتهى الجموع. صياغ منتهى الجموع. تذكروا صياغ منتهى الجموع؟ ألف بالنص ولا على ألف يا حرفين يا ثلاثة جمع يعني. حطوا هالكلمات عندك كلها هي ممنوعة من الصرف. مثل ما نقول كلمة عجائب نكتبها أساور مدارس غرائب مفاتيح مصابيح حاجة مصابيح كل جموع بوسط ألف بعدها الألف يا حرفين يتلاقى. طيب ممنوعة من الصرف كلمة عجائب ليه؟ لأنها صيام من صيام منتهى الجموع. أربعة الصفة التي على وزن أفعل. الصفة التي على وزن أفعل ومؤنثها فعلا. أحمر أكيد لدلت على لون وعيب وحلية. الصفة التي على وزن أفعل ومؤنثها فعلا مثل أبيض وبيضاء. مثل أصيب وصيباء من كتابك هاي. أصيب المذهبي نفسه. مثل أغيب وغيداء لما قالك محتفل بالغيب. الغيب النساء ناعمات. صفات على وزن إما أفعال أو فعلاء فاضي غيداء. طيب نتابع. طبعا أغلى الغداء إذا حكي تاني هلا نمر عليه بعد شوي. خمسة الصفة التي على وزن فعلان ومؤنثها فعلان. الصفة التي على وزن فعلان ومؤنثها فعلا بالألف المقصورة مثل ظمآن وظمأة. هاي ظمآن عشان تذكر كتابتها وهي ظمأة. هي كتابتها لظمأة الهمزة على ألف وراها ألف مقصورة. هاي ظمأة على ألف على الهمزة عليا بعدين ألف مقصورة آخر شيء ظمأة. هاي كتابتها انتبه. انت شو العلة فيك؟ يلا تابع معنا. خمسة ولا ستة؟ ستة. الاسم المؤنث. الاسم المؤنث تأنيث حقيقي. الاسم المؤنث تأنيث حقيقي بين قوسين. بين قوسين اسمه اسم للمؤنث. اسم للمؤنث تلحقه تاء مربوطة. اسم للمؤنث تلحقه تاء مربوطة أو تتصل به تاء مربوطة. مثل فاطمة خديجة عائشة بسينة هاجر. كلا للمؤنث نهاية تاء مربوطة. ستة سبعة الاسم المؤنث
تو تا الاسم المؤنث تأنيث معنوي. الاسم المؤنث تأنيث معنوي بين قوسين اسم للمؤنث. اسم للمؤنث لا تتصل به تاء مربوطة. أي كلمة الأسماء كيفتي؟ مثل كلمة سعاد، سعاد فاصلة، هند، زينب إلى آخره. اسم للمؤنث هذا بنسميه تأنيث يا شباب معنوي. زينب مؤنث تأنيث معنوي. ماري 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 الاسم المؤنث. الاسم المؤنث الاسم المؤنث تأنيث لفظي. الاسم المؤنث تأنيث لفظي بين قوسين اسم للمذكر. اسم للمذكر تلحقه تاء مربوطة مثل كلمة مثال حيدر. حيدر فاصلة حمزة عنترة إلى آخر الكلام. لا ما في جعفر. جعفر عنترة طلحة عبادة عبيدة قتيبة. هذا بسمي ولا استأنيس لفظ. تابع يلا تسعة تسعة هاي لجد الامتحان النهائي. الاسم المنتهي. الاسم المنتهي بألف التأنيث المقصورة. الاسم المنتهي بألف التأنيث المقصورة هاي ليش في الامتحان النهائي. مثل لازم يكون فوق اسم لازم رؤى ما بتصير. مثل ذكرى. ذكرى فاصلة سلمى بالألف المقصورة. حسنى بالألف المقصورة. مقصورة ايه ما تعمل مربوطة. أربعة حسنة عديم ها سين نون ألف مقصورة فاصلة يسرى هاجر. يسرى يسرى ممنوع من الصرف أو سلمى ممنوع من الصرف. اسم انتهى بألف التأنيث المقصورة. ليش يسموها ألف التأنيث شباب؟ هلا مثل كلمة ذكرى شيل الألف. شفتين هذا الكلمة ذكر صارت مذكر تمام. حسنى شيل الألف صارت مذكر اسم ألف التأنيث. عشرة سلم 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 الاسم المنتهي بألف التأنيث الممدودة بين قوسين. بين قوسين هي ألف انتبه منيح. هي ألف يليها همزة. هي ألف يليها همزة تكون الهمزة فيها تكون الهمزة فيها خامسة متطرفة في نهاية الكلمة. متطرفة يعني ايوه اخر شيء اكيد طبيعيا يعني فعلا متطرفة يعني نهاية الكلمة. حطوا هالكلمات لتفهم مثل كلمة صحراء. تبع على صحراء الف التأنيث الممدودة هي ما حرف واحد هي حرفين الف وبعدها همزة. فصحراء حط بين الدوير على الهمف والهمزة سميها الف التأنيث الممدودة. حط دوير هيك على الف والهمزه اسم الف التانيث الممدوده. صحراء فاصله بيداء صفراء خامسه قله الهمزه
خامسين صفراء صفة غيداء بتصير لأنها اسم غيداء إذا إجت صفة فيني يقول صفة وفيني يقول اسم انتهى بألف التأنيث ممدود حط غيداء عفراء إلى آخره إيداعش إيداعش لا اكتب اكتب رح يخلص الاسم الاسم المعدول الاسم المعدول أو المنقول المعدول أو المنقول على وزن أو المنقول على وزن فعل ضم الفاء وفتحها على العين على وزن فعل مثل عمر ضم العين وفتحها على الميم فاصلة زحل هبل هذا هبل اسم صنم كان يعبد في الجاهلية اسمه هبل نعش الاسم ولا خليك معي الاسم المزيد الاسم المزيد بألف ونون في آخره الاسم المزيد بألف ونون في آخره مثل سليمان عدنان قحطان ما مرت معك بالمهاجر قحطان هاي اسماء مزيده بألف ونون في اخره وعدنان وغسان الى اخره اخر وحده نعملها نفس الصوت اخر وحده الاسم الذي ياتي الاسم الذي ياتي على وزن الفعل الاسم الذي ياتي على وزن الفعل يعني بين قوسين بين قوسين مرة يكون فعلا ومرة يكون اسما بالضبط مثال ليك هالعبارة أحمد الله على نعمه أحمد الله على نعمه تحت رأيت الطبيبة أحمد طلعوا عنده أحمد فوق شو أعراضه؟ فعل مضارع مرفوع أما تحت أحمد صارت اسم هاي ممنوعة من الصرف أحمد هاي ليه؟ قال لأن اسم على وزن الفعل معناتها أنه على وزن الفعل يعني بيجي من شاكلتها فعل هي ما وزنها فعل تمام؟ أحمد أفعل اسم على وزن الفعل يعني بيجي من هالاسم من شاكلته فعل قلت لي هالجملتين عنه وهذا الممنوع من الصرف هلا بعطيكم كذا سنة حطوا عليه هذا الممنوع من الصرف حطوا لي هالكلمتين لمين المبارك؟ لك حنين؟ لمين المبارك؟ ترى حسن حطي صومي بارك كان عندك لعبة؟ والله كزومي والله كان عمي عبي طبعا مثال ثاني مثال ثاني يعني أكرم أكرم الرجل ضيفه أكرم الرجل ضيفه وتحت جاء صديقي أكرم أكرم الرجل ضيفه تحت جاء صديقي أكرم أكرم هي ممنوعة من الصرف لأنه من شاكل تبيجي فعل دير بالك عليه شو هو يا رنين
سؤالك لي اسم على وزن الفعل يا جاوي يا عين تبلع حلو انك سألت ده عندي اكرم هاي اكرم هاي اسم ولا فعل اسم هل اسم هذا في تلاقي مثل الجناس الدال الكلمتين بيشبهوا بعض بس كل واحدة لها معناها شكل لا عندي يعني انت شايف في عين انه اكرم مرة عم تجي فعل ومرة عم تجي اسم اكرم هون ما فعل اكرم الرجل وضيفه فعل ماضي ما تحت جاء صديقي اكرم شو صارت هون اسم هاي ممنوع مصر رح اقول له ليش لانه انه هذا الاسم بيجي من شاكلته فعل طلع هالعبارة لما لك شاعر او كاتب يزيد البائع اللبن ماء درجة كثير هالنهاية ماء يزيد البائع اللبن ماء يزيد هو شو هذي فعل ليك على العبارة مثلا رأي الأميرة مثلا يزيد اسم كان متداول سابقا عند العرب القدماء يزيد هي صارت اسم بعد ما كانت شو بالأصل فعل فإذا شفت يزيد ممنوع من الصرف ليه؟ لأنه اسم على وزن الفعل على وزن الفعل يعني من شاكلته بشابه بيجي منه فعل سؤال لا 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 اسم على وزن الفعل هيك بس لا أقول لا وزنه ولا شيء كنا هنا على وزن أفعل سؤال امتحان دراجة في الدرس تاني الأسماء الآتية ممنوعة من الصرف علمها الأسماء الآتية ممنوعة من الصرف علل ذلك حد يا فارس الكلمة الأولى كلمة سوريا لا تكتبوا لا أمر طلونا اكتبي بعيون شيطون اكتبي تاني كلمة احتلي كلمة صغرى بالألف المكسورة هاي كلمة مدودة صغرى بالألف المكسورة بعدين بعدين كلمة الله العفراء ما تقولي عفراء تاني مرة معلش بكتب تقول بعدين تقولي كلمة بوسينا بعدين كلمة عثمان بعدين حطوا لي كلمة لهفان لهفان بعدين حطوا لي كلمة أشقر أشقر بعدين حطوا لي كلمة حمد يلا حمد بعدين يحطوا لي كلمة دكتور معلش كلمة قصورة قصورة اسم الأسماء الأسد هو قصورة تاء مربوطة لقب سيد الإمام علي كرم الله وجهه قصورة تاء معي تاء مربوطة حلو كان بين مكتبك تقربوك مشان الشاعر يضبط الشرق قصيدة عم طالع عن المألوف يلا يا طار اكتبع يلا يا باسي يا هذا شو عم تحليهم حليهم شو بيه عينة عن دفتهم انو هاي ليش وقع في سوريا اسم على معاشر يعني على وزن افعى قال بس لا مش ما حط النظارة
عجب سكت عليك العقل من الدنيا يا الله يا الله بلى ما أن سوف فعل طبعا الاحفان غلط لا مثل عدنا فكرت صح كان طلعت معي مثل عدنا طبعا طبعا يلا يا عارف يلا يا محمد يلا يا اخشان يلا براء يلا كراسي عطشة فعلا أما هي صغرى فعلا بعدين ما بصير تنحط لا بعدين شو المعنى شو النس من صغرى أو المذكر من صغرى أصغر هذيك مذكرة منها فعلا ومؤنثها فعلا لا دير بالك عليها براء البعدة شو هي عفراء اسم انتهى بألف التأنيث الممدودة حمّر اسم مؤنث تأنيث حقيقي أكيد فارس اسم مزيد بألف ونون رن كمان لحفان لا صفة على وزن فعلة الاسم غير الصفة لما بقول عدنان اسم لكن لما بقول عطشان صفة على وزن فعلان ولهفان صفة على وزن فعلان دير بالك عليها سندس البعدة صفة على وزن أفعال هي بتعفيها فورا هي أشقر فورا سيوها صفة على وزن أفعال حنين البعدة شو هي حمر على وزن فعلان بعملك إياها فعل اسم فعل حمد الله على نعمه اسم رأيت طبيبة حمر فرض اسم على وزن الفعل هل شو اللي تقولي كنتي؟ حمد اسم على وزن الفعل هي هل تقولي معدول مثلا على وزن الفعل؟ لا أكيد يا ترى حصل اسم على وزن الفعل في غير كلمة رنين بس ورا سهلة مؤنث تأنيث لفظي اعطيناه اسم على وزن الفعل جاوي انت سويها مره فعل ومره اسم جاوي طلع عندي اعملي حمد فعل اعملي حمد فعل حمد حط الجمله حمد الله حمد العبد ربه صارت فعل اعملها اسم ايه جاء حمد
في غيره؟ اسم مؤنث تأنيث لفظي. لا ما بصير. أنا وضحت لك إياها توضيح. أما إنك تقول أنت لا ما بصير تقول مؤنث تأنيث لفظي لقسوة. ده بدير بالك. كلمات تاني. فكر كلمة. يعني أبقونا أعطوني كلمة كلمة صفائح صفائح فاصلة على مضر صفائح بعدين مضر أعطوني الكلمات على السريع بعدين كلمة صفائح مضر بعدين غضبان غضبان بعدين عدنان عشان ما يجون عن بعضهم بقى بعدين كلمة أشرف كلمة أشرف أشرف على وزن فعل على وزن اسم حلو فارس هدي شوي يلا يا آية أخجان لو تعلم أنني بالقصة كمان القصة باصي حليتهم أول وحدة صفائح محمد أول وحدة فارس أول وحدة صيغ منتهى الجموع صفائح صيغ منتهى الجموع أكيد أحمر تاني وحدة شو حطيتها؟ شو هي كلمة؟ مضر اسم على عربي اسم معدول طلع عندي بس كلمة ثلاث حروف هذا اسم عربي اسم معدول على وزن فعال مضر اسم معدول على وزن فعال على وزن فعال أكيد عبود البعدة شو هي الكلمة غضب صفة على وزن فعلان رنيم البعدة عدان مزيد بألف ونون أو أشرف يا فارس اسم على وزن فعل اسم على وزن الفعل أشرف بتصير اسم بتصير فعل مثل هيك اسم معدول على وزن فعل قول يا جعفر أشرف الرجل على العمار شو صار هون؟ صارت فعل طيب جاء المهندس أشرف ما نصف اسم على وزن على وزن الفعل ما نصف لا لا والله لا شو بدنا نعرفه هيك بنكرر السؤال بس جاي نسأل فيه ملاحظة هامة جدا اللي هي طرح نفس الشيء هيدا وهي يعني يا اخي حصا اذا كنت منقول صح واذا كتبتي معدول كمان باذن الله صح لا صغير وهامة جدا ملاحظة إذا جاء الممنوع من الصرف إذا جاء الممنوع من الصرف منيح استوعب إذا جاء الممنوع من الصرف معرفا بأل
أو بالإضافة فإنه يجر. إذا جاء الممنوع من الصرف معرفا بأل أو بالإضافة فإنه يجر بالكسرة. فإنه يجر بالكسرة كعادة الاسم المجرور وليس بالفتحة. مثال: باع الصائغ ما عنده من أساورة. فتحة عامة: باع الصائغ ما عنده من أساورة. إن شاء الله عاد الشباب يبيعوا أساورة هلا. هذا عم يقعد عيون لفوق هلا. بطلع عم تزوج. ما عنده من أساورة. لا عندي. من بالإعراب. أكيد حال مجرد. وأساور اسم مجرور بالفتحة نيابة. علبة. اسم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسر اختصار. إيه؟ اكتب معي هلا أساور. طول بالا. اسم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف. بدك تعرف كيف سؤال الامتحان بينطرح ليك على هالعبارة: باع الصائغ ما عنده من الأساور. كسر. طلع على اللوحة قبل ما تكتب. الفرق بين الكلمتين كثير واضح. شو دخلت هون؟ شو صار حركته؟ هذا سؤال بالانتهاء. لبس الممنوع من الصرف عرف بأل صار مجرور بالكسرة. هي قاعدة العربي. لفت قال التعريف صار مجرور بشو؟ بالكسرة. الأساوري. قبل ما تكتب خليك معي: باع الصائغ ما عنده من أساوري كسرة الذهب. مش عرف ذلك الممنوع من الصرف إذا عرف بأل أو عرف بالإضافة مش صار مجرور. يا شباب انتبه على هذه الملاحظة، هاي انتبه عليها كثير. صار بلد ما بتقولي هالجسالي لا لا غير اسم مجرور بالكسر الظاهر على آخره. إعراب الاثنين أعطون اسم مجرور بالكسر الظاهر على آخره. سامي بتبدأ أنها معرفة بيئة بابا أقول لكم نوع الصرف. سؤال امتحان بتبدأ أنها معرفة بيئة. لا لا ما في داعي. سؤال امتحان هاي اسم مجرور وعلام جره الكسرة الظاهر على آخره والذهب المضاف إليه مجرور. خلص نظامي صار امتحان. أدخل آل التعريف. أدخل آل التعريف. هلا صار للصف الأول. أدخل آل التعريف على الممنوع من الصرف. أدخل للتعريف على الممنوع من الصرف في العبارة الآتية: وقم بالتغيير المطلوب. وقم بالتغيير المطلوب. وقم بالتغيير المطلوب. العبارة هي: تشتكي الأشجار من مناشير وفؤوس حادة. مشان تحب الطبيعة هي تشتكي الأشجار من مناشير وفؤوس حادة. من المناشير. هلا حالك. هلا حالك وشكل لحالك. يا لي دعاء. دعاء ليش ما حطنا مطارة؟ قول لك قول لي تلغط على فكرة. قول لي شو الأشجار من المناشر. يعني شو حطت حركة للراء؟ كسر. تابع: والفؤوس. دائما المعطوف والحادتي كسرة. ليش بتصير؟
تشتهي الأشجار من المناشير، وهذه الأهم، كسرة من المناشير والفؤوس الحادة. هيك بدأ الصيف. بعد شيء حلو المطر، هل نلعب تحت المطر رجيت ديك نعمل فيلم هندي يلا عيش. لا لسه هذا السؤال الأهم. احذف التعريف. التعريف هذه معطوف ديربالا. شو عند شو بالإضافة يعني؟ لا في حرف واو دير من الجملة السابقة. احذف التعريف مما تحته خط. احذف التعريف مما تحته خط وقم بالتغيير المطلوب. لا استنى وقم بالتغيير المطلوب. العبارة هي نروح عن أنفسنا الذهاب إلى المنزل بالحدائق والجداول والبراري الواسعة. طلع علي على حلو الجملة. نروح عن أنفسنا، هاي اللي تحت الخط، كلها دول تحت الخط، بالحدائق والجداول والبراري الواسعة. امشي على السؤال يانا. يلا بش حدائق قائم وبراء ليش بصير شباب بحدائق وجداول سوان بحدائق وفتحة مثل ما عملت ايش وجداول نيرط السير من انتهى الجموع نيرط الممنوع من الصرف وجداول فتحة البراري اسم منقوص والياء لما بصير نكرة شو بسوي فيها نحسها بصير وبرار واسعة هي كتاب تنتبه عليها واسعة اسم منقوص ولما بيجي نكرة المنقوص شو بسوي بالياء نحسها أكيد وبرار واسعة لا يا علاء هي من أساس هي ممنوع من الصرف شو عرفت يعني طلعي هذه سير من ذهب شو ألف وراحة طاعت ممنوع من الصرف بنجرب الفتحة نيابة عن الكسرة أيام قاعدت بنجرب الفتحة نيابة عن الكسرة تجي جريته هوني ليه يعني عملتوا شو للتعليم لما شو عملتوا